السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بسام الشمري. السؤال: هل إحنا عرفنا كل تاريخنا ولا لا؟ هل التاريخ اللي اتساب لنا والاكتشافات اللي تم اكتشافها ده معناه خلاص إحنا عارفين مثلا كل ملوك مصر القديمة؟ هل إحنا عارفين كل ملكات مصر القديمة؟ الإجابة لا، لأن اللي تم اكتشافه من الآثار حسب سارة باركر سنة 2016 في ناشونال جيوغرافيك أقل من 1% من اللي موجود أصلا. يبقى احنا لسه قدامنا باع كبير جدا، ولسه عندنا مسافة كبيرة جدا من الاكتشافات عشان نقدر نقول احنا اكتشفنا 70 أو 80 أو 90%، وده شيء طبعا شبه مستحيل. لكن الجميل بقى في الموضوع ان من كام سنة تم اكتشاف ملك ما كانش أغلب علماء الآثار على مدار التاريخ يعرفوا عنه كتير. الملك اسمه سنيب كاي. كتير جدا منكم ممكن يكونش سمع الاسم ده قبل كده. المقبرة بتاعته اتوجدت، ما كانتش مقبرة ملكية بالمعنى المعروف، ربما كانت ظروف البلد وقتها كان فيها مشاكل علشان كده ما تعملوش مقبرة شبه المقابر بتاعة وادي الملوك، لكن الخرطوش الملكي والاسم الملكي بتاعه تم اكتشافه ملون، واستطعنا بمنتهى البساطة العلماء يعني ان هم ينطقوا الاسم سنيب كاي. ما تلقاش موميا، اتلقى عظام وهيكل عظمي، وفي كلام على انه مات في حرب عسكرية او في نزال عسكري، وده اللي خلى بعض العلماء يقولوا ان سنيب كاي ربما يكون من اوائل الملوك اللي حاربوا الحكاو خاسوت او الهكسوس، وده يغير فصل كبير في تاريخنا هذا الاكتشاف، لان لو صحت هذه النظرية يبقى سقن نراطع الثاني مش اول ملك مصري هو اللي حارب الحكاو خاسوت الهكسوس. اختصارا، احنا ما نعرفش كتير جدا لسه من تاريخنا، ولسه بنحبو على اول درج في سلم الحضارة المصرية. كان معاكم سامي الشمري.